كلام عن محمد هو هجومي هجومي هجومي، ده ممكن يحوله الى مجرم. بالمناسبه هو محمد عادل هو المفروض يعالج نفسيا، وراجل حد شاف نفسه بقى حديث الناس كلها على السوشيال ميديا، فجه في باله ان هو يستثمر هذا الترند وهذا الكلام ويكمل في السكه دي. وبالفعل حتى الان هو اريد ليه انه يبقى كده، او هو القدر صنع منه هذا الترند، او هو خطط لهذا او استثمر هذه الواقعه. ده كله في الاخر ادى الى محمد عادل ان هو يبقى ترند على مدار مثلا الفتره اللي فاتت دي كلها، وده اكتر ترند الناس تكلمت عنه. بس انا بقول لحضرتك غلطتنا في ان احنا مثلا خليناه يغني في السطحيه، يمثل، هو ده يعني دخلناه في مجالات هو اصلا مش دارسها يا فندم. ما هو ده، انا اقول لك على حاجه، محمد عادل كان زي ما قلت لحضرتك ترند والناس بتتكلم عنه. المنتفعين بقى، المنتفعين صاحب مطعم عايز يعمل دعايه فيجيب محمد عادل، لان محمد عامل او عامل النظافه، الناس كلها بتتكلم عن عامل النظافه. واحد مطرب مغمور عايز يعمل لنفسه شو فيقول لك انا اجيب محمد عادل واعمل معاه اغنيه. واحده مش عارف بتعمل ايه فاشون تجيب، وهكذا. فده صنع من محمد عادل بشكل سيء وبشكل سلبي ان هو بقى ماده ملفوظه على السوشيال ميديا، الناس كلها مش حباها ومش حابه تشوفها، وبالتالي بتفرضوا اصحاب الاجندات واصحاب المصالح على الناس. فرض يعني قصد حضرتك، فرض يعني قصد حضرتك بنفس منطق الساحل الطيب والساحل الشرير، في ترند طيب وترند شرير. ايوه طبعا، في ترند سلبي وفي ترند كويس وفي ترند نظيف وفي ترند ايجابي وفي ترند اقتصادي بيأثر بشكل سلبي وفي ترند. الاكثر على السوشيال ميديا طيب ولا الشرير؟ لا هو مش طيب ولا شرير، الاكثر على السوشيال ميديا اشاعات. السوشيال ميديا ممكن تكون اشاعات، هي بشكل عام الاشاعه او الشائعه هي سلبيه بتضر، لكن الناس بتتكلم وخلاص. الناس بقى عايزه اي كلام، معظم الناس على السوشيال ميديا اي حاجه. ومشكله الناس انها بتشير اي حاجه تقابلك تيجي على هواكي، مش شرط تتدققي منها او تبقى صحيحه ولا غلط، عايز يشير وخلاص. ودي مشكله الوعي الزائف في مصر، الناس ما عندهاش وعي او قدره كافيه على ان تعي وتتفحص وتدقق ما يتعرضون له على السوشيال ميديا. طب نقدر نعالج الوعي ده ازاي؟ الزائف، الوعي الزائف ده اقدر اعالجه ازاي؟ دي اكبر مشكله. وبالمناسبه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن قصه الوعي دي كتير جدا جدا، قال اكبر ازمتنا في الحياه في مصر هي الوعي، الوعي الزائف او تكوين الوعي الزائف. طبعا احنا بنتعرض لاخطار واخطاء كتير جدا، معالجه الوعي بتكون طبعا عبر وسائل كتيره جدا. اولا التعليم الاساسي في مصر اللي هي الابتدائي والاعدادي والثانوي، التنشئه في البيت، مراقبه الشباب والنشء، المثقفين، التعرض لصفحات الموثوقه والمدققه. يعني مثلا انا عندي ساعات احيانا بيبقى حد عامل خبر وكاتب واخد صوره القاهره 24 وعامل لوجو القاهره 24 وكاتب عاجل مثلا يعني عاجل وفاه فلان الفلاني مثلا يعني، واخد اللوجو واخد صوره وحاط عليها خبر القاهره 24 ومشير الصوره دي وبتنتشر بشكل رهيب جدا، وهو منسوب للقاهره 24 وليس من القاهره 24. هنا انا شفت خبر زي كده بوم، فنان شهير او وزير او طب ما انا ارجع للقاهره 24 اللي هو الصفحه الاساسيه ابص عليها بص سكرول كده، مش اشير وخلاص. ما هو ده الفكره، ارجع للمصادر الموثوقه، للاماكن المدققه، لصفحات الوزارات، لصفحات المواقع الإخبارية الرسمية الموثوقة ذات المصادر المدققة. ما ينفعش إن أنا أشوف صورة أو بوست أو خبر منشور لبرنامج ساعة الزمن مثلا من غير ما أرجع للصفحة، صح، من غير ما أرجع للتسجيل بتاع الفيديو. بس كان زمان النجاح هو اللي بيصنع الترند، دلوقتي بقى الترند هو اللي بيصنع النجاح، فكده البوصلة انحرفت قوي. نقدر نعدل نرجع البوصله دي تاني ازاي؟ نقدر نقول كده. هو بصي الاثنين مشتركين او الاثنين وجهان لعمله واحده. هو الترند ده نجاح بالمناسبه، يعني كون ان الشخص يعني كون ان ويجز يطلع امبارح ترند فده نجاح، لانه غنى في كاس العالم. بالظبط. لا انا بتكلم على الناس اللي بتطلع فجاه ولا ليها هويه. ترند. بالظبط. في ناس ما هو في ناس اللي هو ايه تكلم حتى اراك، في ناس بتتكلم عكس اتجاه المجتمع او تعمل حاجه ضد تقاليد المجتمع فتطلع ترند.
واخد بالك؟ لان كل ما هو مثير وغريب هو الناس بتنتبه ليه والناس بتبص عليه. ففي ناس عايزه تلفت الانتباه، دي الكارثه حقيقي.